اليوم المعاناة هذه والشعب الجزائري، لماذا هذه المعاناة؟ لا ماء، لا كهرباء، لا غاز. نطلب من سيد الوليد أن الكهرباء والإلكتريسيتي والماء، لماذا؟ هذه معاناة ذي الناموس والأي مرض، أي يصاب الأطفال ذي الصغار، لماذا هذه المعاناة؟ أي كبار ومستمش تاكل فيهم أنايا، معكم ذوك أمريكيين ذوك. إيه هذوك ذوك عزيز ولي يلعب ذوك راقد عادي، ما هو عازبين ما والو، أنا محقورين. اسمع.